بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين مرحبا بكم لبنات في قناة أم اسمها نصائح للطبخ والحلويات لأول مرة تشاهدني في القناة ما تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلها جديدي اليوم جيتكم بوصفة حلوة بعد غياب طويل إن شاء الله ربي يحل غياباتكم إيه جيتكم بوصفة بوصفة القريوش وصفة مورقة مورقة وخفيفة وتجي مع السلاح حتى للقلب تقولي زلابيه انا الوصفه دي نموت عليها وصفه معتمدتها من زمان كنت نخدم بها لي كوموند كنت نخدم للمحلات وهذه الوصفه جاتني كوموند الخمسين حبه راح نعطيكم بالتدقيق بالتفصيل الممل الطريقه خصوصا يعني للمبتدئات للمبتد... ولي ما تعرفش تظفر السبوله هذه يعني كلش ساهل غير تبعوا المراحل تاعها شوفوا هنا كيفاش كيفاش تجي هنايا جبت حبه واحده اخرى وقسمتها باش ما الطلبيه تاع الامرأة نروحوا الوصفه نقولوا بسم الله هنا عندي كيلو تاع كنت غربلته ندير معاه 250 غرام تاع زبده التوريق صالحه انا نستعمل صالحه وانتم اي زبده توريق تكون تستعملوها من أحسن ومن افضل لكريوش تخدموا بزبده التوريق هو يعني يجي بس من بس من يجي مليح وبالزبده تجي مليحه بصح بالاحسن يعني من احسن زبده التوريق انا نفضلو بزبده التوريق يجي هايل أه هنا نديرو عندي كميه تاع ماء وما زهر راني درتها في كاسرونه مني ندير كميه تاع ماء وما وندير كميه تاع الملح الملح ما نديروش في العجينه البنات كاين هذوك حبات تاع الملح كي نجيو نحلو يقطعوا العجينه نستعمل نديرهم في الماء وما زهر نذوبهم ونستعمل زوج صاشيات خميره تاع الكاطو ما نستعملش خميره تاع الخبز ندير حوالي مغرفه تاع خل وباش نتفاداو التكتل تاع تعال... تاع السمن هذيك والزبده في الفرينه نديرو شويه تاع ما ونلمو ما طول ما نبسوش ومن بعد نديرو كيما كيما الطريقة تاع بكري هنا نخلطو شويه ماء ومن بعد نليمو هنا تقدروا تضيفوا في ال... في الوصفه اذا كان عندكم البيض ديروا البيضه اذا ما كانتش عندكم تقدروا تستغناو عليها انا مالفه ندير البيض بصح هنايا ما كانتش عندي البيض ما درتهاش بصح ولا غير يجي يهبل يجي هايل يعني انا معروفه في في العائله معروفه بالمعسلات تاعي بالبقلاوه والكري وش الحاجه المعسله كامل نحب نديرها لاني انا نحب المعسلات الكاطو تاع المعسلات نحبو هنا شوفوا لا بالماء وما شوفوا العجينه ما العجين تيبسوهاش وما تجريوهاش بزاف شوفوا القوام تاع العجينه العجينه كي كي تكون جاريه بزاف بحال الحله طريه كي نورقوها كي راح نخدموها ونورقوها تشرب لنا هذيك النشا وما فيها التوريق هنا بعد ما خليتها ارتاحت حوالي ربع ساعه جبت العجينه تاعي قسمتها لربع قطع نغطيها ما نخليوهاش لهوا نغطيها ودوك نحلها بالحلال بواسطه النشا ما تستعملوش الفارينة البنات ديروا النشا النشا هي تزيد تخفف لنا القريوش وتعطينا هذاك التوريق ودوك تشوفوا هنايا كيفاش راح نحلها غير شويه بعد نجيب كميه لبس بها من النشا كما راكم تشوفوا ونطبقها نديرو كيما تطبيقه نديرو الطبقه تاع تور سامبل كيما نديرو العجينه المورقه شوفو نجيبو الطرف نجيبو للوسط والطرف الاخر نعاودو نحطوه على الطرف الثاني كيما راه موضح في الصوره في الفيديو نزيد معاكم حبه واحدة اخرى ونخليوها ترتاح ونخدموا الحبات هذوك كامل نخدمهم هكذا ونغطيوهم بكيس ونخليوها تروبوزي باش العجينه تعطينا الطوع انا هنايا ما خليتهاش روبوزيت لخاطر طلبيه جاتني في متاخره جاتني الطلبيه في في الليل العشيه اسم في الليل ما كانش عندي وقت باش نخليها ترتاح انا موالفه نخدمها يسمى نقدر نتعامل معها للمبتدئات خليوها تروبوزي باش تساعدك في الحلين هذا ما كان. هنا راح نحلها بوسط الحلال ما نستعمل لا باراي لا والو انا مفضل ديما نخدم بيدي بالحل بالحلال البقلاوه والكريوش نحب نخدمهم بالحلال هنا شوفوا بعد ما حليتها وديما بوسط السنشا راني يعني نحل في النشا نرش فيها هنا شوفوا السمك تاعها حوالي اثنين ملي... مليمتر هنا قسمتها على خاطر جاتني العجينه كبيره قسمتها وراني نحلها العجينه هذه والله صدقوني غير تجي هايله والكريوش يجي روعه تبعو برك الطريقه تاعي انا ما حبيتش نسرع بزاف في الفيديو وندير مونتاج نقص بزاف غير على جال البنات مبتدئات على جال الكريوش كاين اللي ما يعرفوش يضفرو كاين اللي ما يصلح لهمش ان شاء الله بهذا الوصفه ان شاء الله كامل توليو تعرفوا وتخدموا على روحكم واللي بغا تخدم ليكم وتخدم شوفوا السمك كي ما نحلوهاش بزاف كيما البقلاوه ومن نخليوها ما نخليوهاش مسينا حوالي 2 مليمتر هنا جبت انا كرتونه نتوما على حسب الحجم تاع الحبه اذا حبيتوا تكبروه ولا حبيتوا تصغروه انا درت 10 على 18 على 18 كاين حتى تقدري حتى تلحقي العشرين 20 سنتيم نجيب كاردونه تكون نظيفه ونحطها ونقصها باش كامل الحبات يجيوني كيف كيف باش ما متجيناش حبه صغيره على حبه هكذا كيما راكم تشوفوا هنا كنت حليتها برك شوية باش تزيد تعطينا تجيني قد قد تشوفوا هنا كيفاش راح نشكلها راح ندير الشرائح في الوسط نخلي بيناتهم حوالي كما الاصبع تاعي هذا صغير نخلي هذاك العرض فيها هنا قلت لكم ندير شرائح ما نحسبش كاين اللي يحسبوا انا ما نحسبش غير نقطع وندي ما تلحقوش للحاشيه من الفوق كيما نخليو اسباس باش ما يتقطعناش نحلهم سي نحلهم سي نحلهم كما راكم تشوفوا ونحكم الاطراف نجملهم مع بعض سما نطويها على زوج ونعاود نطويها على ربعه راهي كيما راهي موضحه نقسم العجينه على زوج الشرائح هذوك سما شوفوا ندير على زوج متساويين وندخل الجهه الفوقانيه ندخلها ونعاود نخرجها هذا مكان يعني في سهله سهله يعني كامل تقدروا ديروها نقطع هذوك الزوائد باش تكون عندي الحاشيه القطنية هذيك ونضغط عليها باش ما تتحلش كما راكم تشوفوا هذا هو الشكل نسيي نحل هذوك باش ما ونحطهم في سينية ونغطيهم كل ما ندير نغطيه ما متعرضين للهواء نخليو الكريوش لازم نخليو حتى نخدموه نخدموه نغطيوه باش نبداو في القليان باش ما يتعبناش في الخدمه شوفوا هنا راني نعاود ندير معكم شرائح نضغط على الاخر ونخليه حوالي عرض تاع اصبع من فوق من تحت باش ما يتقطعوناش كما راكم تشوفوا ونحلهم بالعقل غير بالعقل كما راكم تشوفوا هكذا جاي جاي رمضان سهره تاع رمضان كامل نحب حاجه معسله اللي أه حب تخدم لي كوموند تخدم يعني يعاونوا روحهم انا السعر هنا حسبته 5000 للحبه أه كما تراكم تشوفوا فيها شارجي والقري يتعب يحكم الوقت ويتعب في يتعب في الخدمه كما راكم تشوفوا هنا انا نكمل كامل الكميه ونشوفوا كيفاش نقليوه هنا بعد ما كملت كامل الكميه نجيبوا مقله نديروا مقله غزيره بالزيت يعني الزيت لازم كي ديروا يكون مغمور تكون عندكم طاوه ولا مرميطه دايرينها سبيسيال للقليان غطيوها بالزيت تكون صغيره باش تهز الزيت بزاف فهمتوا باش يجي غامق نخليو الزيت يسخن ومن نديرو نار متوسطه نار متوسطه ما ديروش نار قليله وما ديروش نار قاويه شوفوا هنا بديت بديت نقلي شوفوا هنا كيفاش راهي تتنفخ شوفوا هنا يبان لكم بلي الكريوش راه ناجح شوفوا كيفاش هنا سي نحلهم هكذا نحلهم بشويه هكذا باش يتنفخوا لي ويتورقوا شوفوا كيفاش راهم يطلعوا واحدهم تال مخفيف بزاف ولا غير صدقوني يعني وصفه ناجحه مية بالمية غير تبعوا المراحل اللي عطيت لكم ولا صدقوني غير تولي محترفات في الكريوش شوفوا اللون نتوما اللون نتوما كيف حبيتو كاين حب اللي يحب الكري وش غامق لا كولور تاعو دوري في الغامق كاين اللي يحبها باه برك حاجه خفيفه رايحه للدوري برك كل وحده كيفاش تحب الكري وش هنا نخليوها هي تقلا شوفوا كيفاش نحلها راكم تشوفوا باش ما باش تتورق هنا نقليها وشوفوا البنات العسل كنت حطاته على طرف العسل غير جيس انا نحيها نقطرها سخونه الكريوش حبه الكريوش سخونه نحف العسل بارد هكذا نحب انا نورق لان العسل الكريوش تاعي العسل كيما عودتكم انا ما ما نشريهش نخدمه في الدار البنات بالعكس كي تخدموا في الدار تجي تجي البقلاوه تجي الكريوش هايل شوفوا هذا هو العسل هنا تعسلوه وتخليوه يقطر وهذا ما كان يقدر تخلي واحد زوج دقائق ولا وتعسلوه وتخليوه يقدر ومن بعد ديروا له يعني يكون محمص وتقدبوه وصفه بزاف بزاف بنينه شوفوا شوفوا الشكل تاعها باكي يبان لكم بلي راه العسل راه داخلها حتى للقلب داخل تقول لي زلابيه ديجا دوك راني سخفت المهم البنات ان شاء الله شهيتكم في الجنه ان شاء الله تستفادوا بهذا الوصفه يعني كاين ملاحظه برك اللي حبت تخليه مده طويله باش تعسلو تخليه هو مش معسل في بورت مونجي وكي تعسل لازم العسل يكون سخون العسل يكون سخون ومليح وتعسلو وتعطيلو وقت في التعسال شوفوا هنا التوريق شوفوا لداخل التوريق تاعو شوفوا الطراوه تاعو والله غير صدقوني يجي بنين بنين بزاف ان شاء الله الوصفه فاتكم بها ونتلاقاو في وصفه وصفه جديده ان شاء الله ونقولكم مع السلامه